من استوديو الشهيد أحمد أجرغلو أحييكم أطيب تحية إليكم. تفاصيل النشرة. في لقاء خاص أجراه معه مدير عام فضائية تركمان لي المنها أجرغلو، نفى قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك وقائد العملية الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي الأنباء التي تتحدث عن عودة قوة البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك، نافيا في الوقت نفسه وجود أي مفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق بشأن إعادة نشر قوة البيشمركة في محافظة كركوك. فند قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك وقائد العملية الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي الأنباء التي تتحدث عن عودة قوة البيشمركة الكردية في محافظة كركوك. جاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه معه مدير عام فضائية تركمانلي يلمان هاجروغلو، حيث أوضح السعدي في حديثه أن قوات البيشمركة مناط بها حماية قطاعات خارج مدينة كركوك، مشيرا أيضا بأنه لا توجد هناك أوامر صادرة من الحكومة المركزية بشأن هذا الموضوع، وأضاف قائلا: هذه التصريحات طبعا عارية عن الصحة، ولا يوجد هناك أي أوامر صادرة من بغداد أو أي تنسيق حول عودة قوات البيشمركة إلى داخل مركز محافظة كركوك، ولكن قوات البيشمركة هي قوات عراقية طبعا تابعة بالأصل إلى الحكومة الاتحادية، رواتبها تأخذها من الحكومة الاتحادية. هذه القوات هي قوات عراقية ولكن منتشرة ضمن قاطع مسؤولية محدد اللي هو خارج مدينة كركوك. هناك مناطق محددة ومثبتة لدينا، موجود خط ماسك البيشمركة سواء ضمن حدود الأربيل من الجهة الشمالية والشمالية الغربية، ومن جهة الشمالية والشمالية الشرقية قوات البيشمركة اللي تابعة للسليمانية. من جانب آخر، وعند سؤاله عن وجود مفاوضات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق حول إعادة البيشمركة إلى كركوك، نفى السعدي وجود أي مفاوضات من هذا القبيل بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم، مبينا أن القوات الموجودة في كركوك وتعمل على حمايتها هي قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى القوات والأجهزة الأمنية التي تعمل بالتنسيق معها فقط. لا ماكو، هذا الخبر لحد الآن غير صحيح وعاري عن الصحة. القوات اللي موجودة على الأرض هي جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية اللي عاملة بإمرتنا من المفاصل الاستخبارية سواء للأمن الوطني والمخابرات، وأيضا قطاعات أو قوات مديرية شرطة كركوك اللي عاملة في مركز كركوك. أما في خارج مركز كركوك وخارج قاطع مسؤوليتنا فهو مسؤولية الشرطة الاتحادية. تكرارا لأعمال الإرهاب والعنف في العراق، استشهد 10 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في مقبرة بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين. أكد قائم مقامية قضاء الشرقاط علي دودح في بيان: استشهد 10 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة استهدفت تجمعا لحفر عدد من القبور في مقبرة بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين. وأوضح قائم مقام الشرقاط أن الشهداء سقطوا بانفجار عبوات ناسفة استهدفت تجمعا كان يحفر قبور في مقبرة قرب قرية السديرة بالقضاء لأربعة مدنيين استشهدوا في وقت سابق خلال تصدي أهالي القرية لهجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف دودح أن 14 آخرين أصيبوا بجروح جراء انفجار العبوات. بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري في الغوطة الشرقية، أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إن العراق مع أي جهد سياسي لإنهاء الصراع الدامي وتحقيق الاستقرار في سوريا.
في إطار الجهود والمساعي الدولية الرامية لإنهاء الصراع الدام في سوريا، قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان صحفي: لقد كان اندلاع الصراع في سوريا في أواخر عام 2011 سببا رئيسيا في إيجاد بيئة لنشوء داعش الإرهابي وتمددها ودخولها إلى العراق في وقت لاحق في منتصف عام 2014، موضحا أن استمرار هذا الصراع وتدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة فيه أسهم في تغذيته. أضاف الحديث أن العراق يرى أهمية إيجاد حل سياسي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق الاستقرار في سوريا والقضاء على تواجد داعش في مناطق مجاورة للأراضي العراقية، مشيرا إلى أن تركيزنا منصب بشكل أساس على عدم إيجاد بيئة مساعدة لبقاء داعش الإرهابي في هذه المناطق، مبينا أن هذا الوجود يشكل بالنتيجة تهديدا لأمن العراق. وقد أوضحنا موقفنا هذا للأطراف المعنية وشددنا على أهمية قيام هذه الأطراف بما يلزم للقضاء على وجود داعش الإرهابي على الأرض وسيطرتها على مناطق في سوريا، مضيفا أن العراق اتخذ كل التحوطات الأمنية والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي خطر أو تهديد يمكن أن يشكله داعش في مناطق مجاورة للعراق، مشددا أن بغداد تحرص على أن لا ينعكس أي تصعيد في سوريا على الوضع الأمني في العراق، وأن بغداد ليست طرفا في الصراع الدائر في سوريا ولا تتدخل في شؤون سوريا الداخلية، مشددا في الوقت نفسه أن التدخلات الخارجية أسهمت إلى حد كبير في تفاقم الأوضاع في سوريا. سلط رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال إجابته على أسئلة الصحفيين عقب أدائه لصلاة الجمعة في مدينة إسطنبول الضوء على أزمة الصراع السوري، مبينا أنه أجرى مباحثات مع نظيريه الأمريكي والروسي بشأن الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري ضد المدنيين العزل في الغوطة الشرقية. ودعا أردوغان خلال حديثه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى ضرورة إنهاء الصراع في سوريا وتأسيس السلام في المنطقة. على خلفية أدائه لصلاة الجمعة بمدينة إسطنبول في تركيا، أدلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بتصريحات للصحفيين دعا فيها نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الصراع في سوريا وتأسيس السلام في المنطقة، مؤكدا إن زيادة التوتر ستكون أمرا غير صائب، مضيفا إنه بحث مع ترامب وبوتين أزمة الصراع السوري من مختلف الجوانب، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل في مشاوراتها بهذا الصدد، مبينا إن الأجواء أصبحت هادئة بعد الاتصالات الكثيفة التي أجريناها لحل الأزمة السورية مع الجانب الأمريكي والروسي، مضيفا إن الأسلحة الكيماوية تتمتع بأرضية مختلفة جدا في القوانين الدولية، ولكن يجب علينا أن لا ننسى أو نتجاهل الأسلحة التقليدية أيضا. وتابع أردوغان إن الغوطة الشرقية في سوريا شهدت هجوما بالأسلحة الكيماوية، مبينا إن تركيا والمجتمع الدولي لديه تحركات بهدف عدم استخدام الأسلحة الكيماوية وحظرها. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية في مدينة عفرين شمال سوريا، قال أردوغان إن عملياتنا مستمرة هناك لضرب التنظيمات الإرهابية وفي مناطق من شمال العراق. وشدد أردوغان في حديثه إن على الغرب أن يدرك أن كفاحنا هو ضد الإرهاب وليس من أجل الاحتلال. عقب خروجه من صلاة الجمعة، سلط رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على الأزمة السورية، وقال يلدرم في حديثه إننا نوصي حلفائنا الدائميين بالابتعاد عن التشنجات والخلافات وتجنب تعقيد الأوضاع في سوريا. على خلفية ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعد استهداف النظام السوري للمدنيين في الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى تجنيب تعقيد الوضع في سوريا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في العاصمة التركية أنقرة. وقال يلدرم في حديثه لعدد من الوسائل الإعلامية التركية: نوصي أصدقائنا بتفادي كل محاولة من شأنها أن تجعل الأمور أكثر تعقيدا في سوريا، مضيفا أن المنطقة دفعت ثمنا باهظا نظرا للحروب الأهلية وموجات النزوح والتهجير التي تعانيها منذ سنوات طويلة.
وأشار يلدرم إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل الأبرياء والأطفال عمل دنيء لن يغتفر له أبدا ويجب محاسبة مرتكبه، فيما شدد يلدرم في الوقت ذاته على ضرورة تجنب كافة الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالفعاليات التي تجريها كل من تركيا وروسيا وإيران من أجل إحلال سلام دائم في سوريا. وحول مزاعم القصف الكيماوي من قبل النظام السوري في غوطة دمشق الشرقية، دعا حلف الشمال الأطلسي الناتو السلطات السورية لتأمين إمكانية وصول المراقبين الدوليين إلى مكان الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا دون عوائق. خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ مع رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليغريني في بروكسل، دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو إلى ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم الكيماوي على غوطة الشرقية في سوريا والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. وأدان ستولتنبرغ بشدة الهجوم الكيماوي على غوطة الشرقية في سوريا، حيث قال ينبغي محاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في منطقة تنشط فيها روسيا وإيران، مبينا أن النظام السوري كان قد استخدم السلاح الكيماوي في وقت سابق. وتابع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو ندعو النظام السوري وداعميه روسيا وإيران السماح لوصول المفتشين وموظفي الصحة الدوليين إلى المنطقة بشكل كامل وبدون عوائق، وأشار إلى أنه يجرى مشاورته مع حلفاء الناتو حول خيارات الرد على الهجوم الكيماوي. وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب المئات في 7 نيسان الجاري جراء هجوم كيماوي للنظام السوري على دوما آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سبل القيام برد مشترك على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما سبل القيام برد مشترك على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقد أكد بيان صادر من البيت الأبيض أن ترامب وماي واصلا مباحثاتهما حول الحاجة للقيام برد مشترك على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال البيان إن الطرفين اتفقا على أهمية ألا يمر أمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون مواجهة وعلى الحاجة إلى رد عن النظام السوري في هذا الشأن. عقب الهجمات المكثفة والقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري وروسيا في غوطة دمشق الشرقية، تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من بلدة دوما، حيث وصلت إلى مدينة الباب شمالي سوريا القافلة 19 من مهجري الغوطة الشرقية، فيما بلغ عددهم قرابة 58,000 شخص. لا تزال عمليات الإجلاء المدنيين في بلدة دوما السورية مستمرة، حيث وصلت إلى مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا القافلة 19 من مهجري الغوطة الشرقية التي سيطر عليها النظام وداعميه عقب هجمات مكثفة وقصف بالأسلحة الكيميائية. وتتكون القافلة التي وصلت إلى مدينة الباب من 38 حافلة وتضم مدنيين مهجرين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، كما تضم القافلة 1477 شخصا بينهم 583 طفلا و 353 امرأة. وسيتم توزيع المهجرين على مراكز إيواء مؤقتة بمدينتي إعزاز والباب، حيث بلغ عدد المهجرين من الغوطة الشرقية لغاية الآن قرابة 58,000 شخص. وبدأت في 22 من آذار الماضي أعمال التهجير من الغوطة الشرقية في إطار اتفاقيات بين روسيا وفصائل المعارضة المسلحة. توا
تواصلا لمسيرات العودة وكسر الحصار وللجمعة الثالثة على التوالي، توافد الآلاف من الفلسطينيين باتجاه مخيمات العودة المقامة على طول السياج الأمني. وفي هذا الإطار استهدف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 528 فلسطينيا، وذلك قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل. خلال مشاركتهم في الجمعة الثالثة على التوالي لمسيرات العودة وكسر الحصار، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 528 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم إصابة حرجة، من بينهم 10 من الطواقم الطبية، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وذلك بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل. وقد أطلق ناشطون فلسطينيون على هذه الجمعة اسم جمعة رفع العلم، حيث تخصص لرفع آلاف الأعلام الفلسطينية وحرق الأعلام الإسرائيلية قرب السياج الحدودي. وسبق أن استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع خيمة طبية مقامة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ومن جانبها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية باتخاذ موقف حازم وواضح من استهداف الاحتلال الصهيوني للنقاط والطواقم الطبية، فيما دعت تلك المنظمات لتوفير الحماية الكاملة للنقاط والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في الميدان شرق قطاع غزة. في إطار الزيارات الميدانية التي يجريها لمنازل المواطنين التركمان في قضاء تسخرمط لتفقد أوضاعهم، بادر مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مختاروغل بزيارة منزل أحد المواطنين التركمان في تسخرمط. تواصلا لزياراته التفقدية لمنازل المواطنين التركمان في تسخرمط للاطلاع على أوضاعهم، بادر مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مختاروغل بزيارة منزل المواطن التركماني مصطفى فوزي، وذلك عقب تعرضه لاعتداء من قبل جنود الرد السريع في القضاء. ورافق مختاروغل خلال زيارته عددا من أعضاء وممثلو فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية، حيث استفسر مختاروغل عن صحته وتمنى له الصحة الموفورة، مستنكرا بشدة عملية الاعتداء الذي جوبهت أيضا بالسخط من قبل أهالي تسخرمط. وفي حديث له قال مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية هيثم هاشم مختاروغل أن أي اعتداء على أي مواطن تركماني إنما هو اعتداء على كل مواطن في تسخرمط، وهذا ما لا نقبله إطلاقا، لا سيما أن المواطن التركماني مصطفى فوزي له مبادرات إنسانية مع أغلب العوائل التركمانية في تسخرمط. بهدف تبادل الخبرات التعليمية والتربوية بين مختلف مديريات التربية في العراق، بادر وفد من المديرية العامة لتربية محافظة كركوك بزيارة رسمية إلى مديرية تربية محافظة كربلاء، وذلك لتبادل الخبرات بين المديريتين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وخصوصا في مدارس التعليم الخاص، حيث التقى خلالها الوفد بمدير تربية محافظة كربلاء، وجرى خلالها أيضا زيارة عدد من مدارس التعليم الخاص للاطلاع على العملية التربوية والتعليمية فيها. بادر وفد من المديرية العامة لتربية محافظة كركوك بزيارة رسمية إلى مديرية تربية محافظة كربلاء، وترأس الوفد الزائر معاون مدير عام تربية محافظة كركوك للشؤون الإدارية عبد السلام بيرقدار. شارك فيه مدراء الأقسام والشعب في تربية محافظة كربلاء. التقى خلالها الوفد بمدير تربية محافظة كربلاء، وذلك لتبادل الخبرات بين المديريتين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وخصوصا في مدارس التعليم الخاص، حيث بادر الوفد خلال الزيارة التي دامت 3 أيام بزيارة عدد من المدارس في محافظة كربلاء، التقى خلالها بالهيئات التعليمية فيها، واطلع الوفد خلالها على سير العملية التربوية في تلك المدارس والأساليب المتبعة لتعليم التلاميذ المناهج الدراسية فيها.
من جانبه أوضح معاون مدير عام تربية كركوك للشؤون الإدارية عبد السلام بيرقدار أن الزيارة التي دامت 3 أيام كانت مثمرة وجاءت لتبادل الخبرات في مجال التربية والتعليم، معبرا عن شكره لمدير تربية محافظة كربلاء وتقديمه التسهيلات خلال الزيارة. ضمن فعاليات المديرية العامة لتربية كركوك قمنا بالزيارة إلى المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة، وذلك من خلال وذلك لتبادل الخبرات بين كوادرنا للتربية الخاصة وكوادر التربية الخاصة في المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة، حيث قمنا من أول يوم زيارة إلى ديوان المديرية لكربلاء والتقينا مع مدير العام، ونحن نشكر حسن لقائهم بنا وضيافتهم للوفد المتكون من معاون مدير عام تربية كركوك ومدراء أقسام الملاك وكذلك الموارد البشرية وشعبة التربية الخاصة. وبعدها قمنا ثاني يوم زيارة المدارس المشمولة بالتربية الخاصة في مديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة، حيث زرنا الصفوف وسمعنا آراء المعلمين الذين يقومون بهذا العمل التربوي والإنساني. أنا أرى بأن هذا العمل قبل أن يكون تربويا إنها عمل إنساني. استذكارا لشهيد الإعلام التركماني الشهيد أحمد هاجر أوغلو، نظمت فضائية تركمانلي مباراة بكرة القدم في ملعب نادي التركمان الرياضي بمدينة كركوك بين فريقين من الكوادر العاملة في الفضائية. حضره مدير عام فضائية تركمانلي يلمن هاجر أوغلو وذو وأقرباء الشهيد. لاستذكار شهيد الإعلام التركماني الشهيد أحمد هاجر أوغلو، نظمت فضائية تركمانلي مباراة بكرة القدم في ملعب نادي التركمان الرياضي بمدينة كركوك بين فريقين من الكوادر العاملة في الفضائية. وحضر المباراة مدير عام فضائية تركمانلي يلمن هاجر أوغلو وعدد من أقرباء وذوي الشهيد أحمد هاجر أوغلو. وقد استهلت المباراة بقراءة سورة الفاتحة على روح شهيد الإعلام التركماني الزميل الراحل أحمد هاجر أوغلو وأرواح الشهداء التركمان جميعا. بعدها انطلقت المباراة لتخيم على المباراة أجواء من الندية والتنافسية بين فريق مركز أخبار فضائية تركمانلي والفريق الذي ضم مختلف الكوادر العاملة في الأقسام الأخرى للفضائية. وعقب انتهاء المباراة منح مدير عام فضائية تركمانلي يلمن هاجر أوغلو الكأس لمسؤول مركز الأخبار أطلي مراقلة، بالإضافة إلى تسلمه الكأس إلى الفريق الآخر. بهذا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.